بكم عندي هذا الفرج الصغير اللي قبل سعودية. مهم بمناسبة عيد المرأة، كنتمنى لكل مرأة قوية وشجاعة الاستمرار والمكافأة يا ربي. مهم بس نختم لكم، أنا عندي جوج ديال الوليدات تابع عليهم الحلال، من بعد ما واحد المسيرة طويلة ديال كنقلب على الخدمة، واللي مشيت عنده اللي مشيت زمان نقلب على الخدمة كيقارني ما بين المستوى الدراسي واش عندك الباك واش هذا، يعني لما كان عندك لا باك لا والو راك ما تخدمش، ولا كيبقاو يستفزوا ولا يحطموك. المهم انا المهم كنت كن بس ان شاء الله كنت كنقلب لي داكشي، مما ناضي شي مشاكل انا والزوج ديالي. بعد ما خرجت بجوج الوليدات ما كملش الله، جيت لهنايا عند الاخت ديالي، كنت كنقلب على الخدمه هنايا ما لقيتش الخدمه، كنت كنفكر مع راساتي، قلت انا ارا ندير فيترينا بحال هكايا بروجي صغير، كنت كنخدم في الدار، كنخدم انا والاخت ديالي الماكله ديال الدار وكنخرجها. النوبه الاولى كنت كنفرق على هنايا على القهوه وعلى الحلابات، كنت كنفرق عليهم الكومون. من بعد داكشي صوبت هذه عند المعلم رباط اللي دابا كيسالني فيها زعما كملتهاش، كنت كنخرج لهنايا ونحط شويه بشويه، كنت كنكسب الكليان شويه بشويه مده 3 شهور دابا باش كيسال هذا البروجي ديالي. خدم خدمه بحلال ودخل على وليداتي فلوس ديال الحلال، مابغيتش نحبهم، بغيت الحرام راه غادي نمشيلو، ما غاديش نبان هكا بوجهي، كوني غطيت وجهي درت بزاف ديال الحوايج، ولكن بغيت انا نبان بوجهي، بغيت نبان بوجهي باش اي مراه قرها الزمان ولا كتقول بان راه مازال ما كاين لا خير لا حتى شي حاجه، تبدا شويه بشويه. انا نهار الاول بديت صغير كروسايه صغيره وشويه بشويه حتى درت هاد الفيترينا، وحكم عشت انا عشت يتيمه وعشت الفقر وعارفه بحق الفقر وعارفه بحق شي واحد يتيم، مجربه هاد الشيء وعارفه بحقه، والام ديالي خدمت علينا وراه مازال دابا كتخدم علينا الله يخليها لينا هاد الشيء اللي كاين، وهي اللي علمتني، هي اللي علمتني باش نوقف على رجلي، هي اللي علمتني انا نوقف على رجلي ونتحمل مسؤوليه الراس. هادشي اللي كاين تقريبا انا كنخرج من العشيه للعشيه، وفاش كيكون وقت الشتاء ما كنقدرش نخرج لحسن ما كنلقاش فين ندرق هنايا، غير فاش كيكون هكا الجو صافي راني كنخرج، فاش ما كيكونش صافي راني ما كنخرجش، كتبقى كتوقف في الخدمه صافي. مع داكشي اللي كنصور في النهار 100 درهم ولا قل شويه، كنقسم على كنقسم على الكراغ ديال الدار، كنقسم على الماء والوليدات، وراكم عارفين الظروف كيفاش دايره. كيفاش خصيت هاد البلاصه حيت فيها الامن والناس ديالها مزيانين، وكنشكر السلطه ديال المحمديه والامن ديال المحمديه، كنبقى انا هنايا حتى الثمانيه ديال العشيه، حتى كيسالي كلشي وكندخل ما كيأذن حتى شي واحد، كنمشي مأمنه وكنجي مأمنه. وصليت هذا تقريبا على حسب الدار حسب وليداتي، باش كنمشي عندهم كنطمأن عليهم وكنولي نرجع، باش كنخرج السلعه وثاني ولي ندخل اللي بغا شي حاجه كنصوبها لي، وكنصيفط حتى الكوموند هكا كيعيطوا لي في التليفون باش نصوب لهم الكوموندات. وبغيت واحد الاشاره بانه بغيت نوجه واحد النداء للناس زعما اللي بغاو نقدم لهم شي حاجه هالنميره نصوبها ليهم، مرحبا بالف مرحبا. هذا نداء كنديرو لشي واحد باغي يدير شي بروجي ديالو ولا عنده شي كراج ولا شي حاجه، يشري هو الماتيريال نص بنص، انا نخدم بكتافي وهذا وهو بالماتيريال ديالو بحالو ديالو، ماشي مشكل نخدم، ما عنديش انا مشكل، المهم انا ندخل بالحرفه ديالي، حيت راه حرايف لي انا والاخت ديالي، راه ما كنتش هادشي بوحدي، راه كنتعاون انا وياها. عشت يوم هذاك الشيء ما كنلقاش كندير نخرج، ما كنخرجش في الشتاء حيت ما كنلقاش فين ندرق، اللي كنغطيها في الشتاء تكي هاد اليومين ديال الشتاء ما خرجش. انا غير ديز هنا بكيكالا باللي البروجي ديال هاد الناس هادو عجبني، باللي بروفيت وهنا كلية تبارك الله عليهم، كنتمنى يكونوا الشباب كاملين كيخدموا بيدين ديالهم والكتاب ديالهم وما يحاولوش يديروا شي حاجة أخرى، كنتمنى لهم الخير، كنتمنى لهم الخير والتوفيق، وكنشكر شوف تي في كانت حاضرة معاهم.